ماما قالت لي انها مشيت على الكوبري ده هي وابويا قبل ما يتجوزوا. وانت عرفتي الموضوع ده ازاي؟ من ماما، بس الكلام يعني جاب القريب والبعيد وانا باخد منها الاذن عشان اقابل. خبر زي بعضه؟ دي عملت عمليه برضه تغريد؟ في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ هو انا كنت اقدر اخرج معاك الا ماما عارفه خط سيري؟ يعني هي عارفه انك معايا هنا دلوقتي؟ الله، طب وانت ايه اللي يزعلك في كده؟ الا بقى اذا كنت ناوي على نيه مش كويسه. لا انا ما زعلتش ولا نيتي مش كويسه، بس انا كده بقى موقفي صعب قوي قدام الست والدتك اللي اكيد طبعا هتقول لابوك، وشكلي قدامها هيبقى زي الزفت كده. هيفتكروا ان انا عشان ساعدتكم في موضوع العربيه كان السبب انتي. الله، طب وفيها ايه؟ امال يعني هم الناس بيعرفوا بعض ازاي؟ مش عارف، بس بصراحه امك دي ربنا يكرمها، باين عليها ست منوره. منوره وشديده، بس انت ما شفتهاش بقى وهي عماله تديني تنبيهات زي النار. انت وهو يا تغريد لازم الشرف يبقى تالتكم مش الشيطان. الشيطان عمره ما هيكون تالتنا يا تغريد، اذا ربنا اراده انه يجمعنا سوا. هو احنا ينفع يعني نمسك ايد بعض عادي كده ولا غلط؟ نقولها كده. طيب هو يعني هو انت عايز تمسك ايدي يعني هتعمل بيها ايه؟ يعني لزوم الاحساس. ايوه وانا فاهمه يعني، بس هتحس بايه يعني لما تمسك ايدي؟ مش عارف، اصلي بصراحه عمري ما مسكت ايد بنت قبل كده. تقدري تقولي كده حاجه ما جربتهاش ولا انا؟ خلاص تعالي نمسك احنا الاثنين ايدين بعض ونقول لبعض حسنا بيه. طيب بص، انا اقول لك حاجه احسن. ايه رايك لو ناجل موضوع مسك الايد ده شويه وانا اسالك شويه اسئله؟ ماشي، بس هي الست الوالده هي اللي قالت لك تساليني؟ هو انا مش سابق قبل كده وقلت لك ان انت مخك تخين ما عجبكش؟ هي امي هي اللي عايزه حد يتجوزها. يعني انت عايزه تتجوزي؟ لا، هرجع معاك نصطاد سمك. جرى ايه يا احمد لو انت كمان مش عايز تتجوز؟ اكيد طبعا عايز اتجوز، بس على طول كده. الجواز ده عشره وعيشه، لازم تتاسس بالاصول، وانا لسه قدامي وقت علشان اكون جاهز للجواز. وقت قد ايه يعني؟ الله اعلم، سنه اتنين تلاته، صدقيني ربنا بس هو اللي يعلم. انت بتتكلم جد؟ وانا هضحك عليكي ليه يا تغريد؟ علشان اتجوز لازم اكون قد الجواز، لازم يبقى معايا الشبكه والشقه والمهر والشغلانه اللي تقدر تخليني افتح بيت. طيب ما هو انت موظف وعندك ماهيه كل شهر. الوظيفه لا يمكن تستر صاحبها. يعني انت لسه عليك بدري. عارفه تغريد، انا فكرت اسافر ليبيا ولا الخليج، قلت اعمل قرشين يعني وارجع، بس لما فكرت صح لقيت ان انا هضيع احلى سنين عمري في الغربه. قلت هات خليك هنا في بلدك، مرارها مؤكد هيكون اقل من مرار الغربه، وقسوه البلد على اولادها مش زي قسوه اي بلد تانيه الواحد هيكون عايش فيها غريب. ولما انت احوالك كده مستعجل عشان تعرفني ليه؟ انا لوحدي، عاوز حد معايا، عاوز دايما احس ان فرج ربنا ده قريب مني وانه دايما هيوصلني. عاوز احس ان انا بني ادم لازم ياخد خطوه واتنين لقدام. انا لوحدي هنا تغريد، يلا بينا عشان ما نتأخرش على الست والدتك. أنا آسفة. على إيه؟ عشان قلت لك إن أنت مخك تخين. بس أنا ما زعلتش منك.
ده فيها كل هدومك؟ لا 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 ازاي؟ الله، هدوم الشغل والخروج هتفضل في شقه الستش نعناع. التلميذات اللي هتكوني معاهم مش هيسيبوكي في حالك، وانت عارفه كتر الكلام طابع عصام في الحريم كله. انا عايزك تكوني في نفسك، واللي تقول لك ازيك هقول الله يسلمك وادخل الاوضه. شاطره. طب نفرض واحده فيهم بقى سالتني انت في مدرسه ايه ولا في جامعه ايه، يبقى ايه العمل؟ هتبقى حسامه بعدها حسن. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت تقول لهم تدبير منزلي وخلصي نفسك. خلاص اللي تشوف. الحكايه دي بقى مش هتمشي. يا ربي ربنا يستر يا رب. يعني ايه يبلوا ربنا وما نعرفش عنها حاجه؟ دي شقه مش عبر سجن عشان يحدفوا علينا اي حاجه كده. وبعدين اوضه المخزن دي كان فيها كل الكراكيب بتاعتنا، هنوديها فين دلوقتي؟ تحت السراير. هو تحت السراير هيساع ايه ولا ايه؟ لو على الكراكيب مقدور عليها، لكن كيف نعيش مع واحده ما نعرفش عنها حاجه ولا شفنا لها اهل؟ المشكله كلها اساسها الجشع. لولا ان الراجل صاحب الشقه طماع وبيموت على القرش ما كانش في حاجه حصلت. لكن بالنسبه للبنت ما هي اكيد غلبانه وحالها زي حالنا ومتغربه وجايز تطلع ظريفه وطيبه. ده ايه العقل ده كله؟ طب بلاش العقل يا صفيه، عندك ايه تعمليه؟ الراجل صاحب الشقه قرر ونفذ خلاص. وبعدين انت عارفه هو قال ايه؟ قال ايه؟ قال اللي مش عاجبها تلم حاجتها وتمشي. ازيكم يا بنات؟ اهلا. اتفضلي يا انسه، مبسوطه. مدي رجلك اليمين. مبسوطه؟